المسيح ابن الله. ولد المسيح، هللويا. بهذه الترانيم احتفل المسيحيون مساء أمس بذكرى ميلاد السيد المسيح وسط المنامة. من مواليد البحرين وعايش طول عمري في البحرين، أعتبر روحي بحريني أكثر من ما أنا أردني أو فلسطيني. من أول يوم جيت على البحرين، أنا لي من 95 للبحرين، من أول لحظة دخلت فيها المطار لليوم ما حسيت أبداً أن حالي بغربي، بالعكس البحرين بيقولوا بلد الثاني، البحرين بالنسبة لي بلدي الأول. ومثل ما ديما مرتي دائما بتقول I live in Bahrain by choice. جاي هنا اشارك الناس الفرحة، يعني والعيد دائما يكون فرحة، وحلو ان الواحد يشارك الناس فرحتها يعني. واحنا دائما مجتمع، احنا معروفين بحرينيين مجتمع منفتح، فبالتالي شحلة وان احنا نشارك الناس فرحتهم. المحبة والتسامح والعيلة، وهذا كله منحسه بالبحرين. عم بلاحظ انه في جو غريب على العيد، بالعكس بحس انه البحرين بقلب العيد، حاضرة بقلب العيد. الحين I'm very overwhelmed، يعني وايد أحس بيس، مرتاحة، ما أعرف من ساعة صني عيوني تغرغر بروحها ما أعرف ليش. طبعاً قداس ليلة العيد هو يوم 24 نحتفل فيه مولد يسوع المسيح اللي هو النبي عيسى عند أخوان المسلمين. طبعاً نحن عيد ميلاد يسوع المسيح عنا هو يوم اللي خلق مخلصنا يلي مات وقام كرمالنا. عيد الميلاد هو يوم ولادته، من عيد ومنحتفل فيه. غير الزينة كمان في العيلة لما بتفرح، مش بس الجالية المسيحية الموجودة، حتى البحرينيين عم يشاركونا بالعيد. هو العيد تسامح وحب، إذا أنت زعلان من حدا روح سامحه وحبه وصالحه.